خلاص خلص مونديال ولا اروع. مساء الخير في البدايه واهلا وسهلا بيكم، تحيه طبعا لكل اهلاويه اللي بيبداوا معانا حلقه السادسه واللي استمتعوا. ما اعتقدش ان في حد بيحب كوره ما استمتعش بواحد من افضل كؤوس العالم، ان لم يكن الحقيقه افضلهم على الاطلاق، افضلهم لاسباب كتيره جدا. يمكن اللي يخصنا منها انه المونديال لاول مره بيقام على ارض عربيه، وانه تنظيم الحقيقه كان على اعلى مستوى، اكبر حضور في التاريخ لجماهير الكره العربيه كان في مونديال قطر 2022. اما على مستوى الكوره فهو الامتع على الاطلاق. يعني انا بشوف الحقيقه المونديال ده من حيث المنافسه، من حيث المفاجآت، من حيث النتائج، من حيث الكوره الحلوه، الكوره الممتعه، الكوره اللي فيها متعه واثاره طول ال 90 دقيقه. وكان ملخصها الحقيقه امبارح في نهائي المونديال اللي جمع بين فرنسا والارجنتين، واللي رغم فوز التانجو بعد مشوار طويل حرمان لمده 26 سنه بيدوروا على البطوله، يمكن تكون واحده من اهم البطولات في تاريخ الارجنتين تحديدا. وان كانت طبعا يعني بطوله 86 تظل الحقيقه بقياده مارادونا، مش عارف المنتخب ده حكايته ايه، دايما لابد ان يكون منتخب النجم الاوحد. يعني في 86 مارادونا هو من احرز كاس العالم لصالح الارجنتين، وميسي هو من احرز كاس العالم للارجنتين، لان بشوف انه بعد رحيل ميسي من منتخب الارجنتين اعتقد ان هم هيعانوا لسنين طويله في غياب ميسي، ومن الصعب جدا ان هم يحققوا اللقب ده مره ثانيه الا لو كان عندهم ميلاد جديد لاسطوره جديده، لكن الموضوع اكيد هياخد وقت. خليني اقول لكم كمان انه المونديال ده نهايه عصر، المونديال قطر ده كتب فصل اخير في نهايه عصر او فصل في كره القدم، رحيل عدد كبير جدا من النجوم عن المشهد وظهور نجوم جدد. يعني خد بالك من هنا ل 26 المونديال اللي جاي 2026 مش هتشوف رونالدو، مش هتشوف ميسي، مش هتشوف ليفاندوفسكي، مش هتشوف بنزيما وغيرهم كتير من النجوم اللي هيودعوا الملاعب، وما اعتقدش ان هم عندهم فرصه ان يظهروا في بطوله كاس عالم ثانيه. حتى بنزيما اللي ما شاركش في البطوله السنه دي اعلن اعتزاله اللعب الدولي، وحتى لو رجع في قراره هيبقى من الصعب جدا ان هو يشارك مع منتخب فرنسا في 26.